شو بنعمل؟ اهم نقطه بالاخطبوط بدنا نمسكه من راسه، بدنا ننزل اجريه 3 مرات بالمي عشان ياخذ الوضعيه شكل حلو. اوكي يلا. اوكي بسم الله بسم الله. تعال دقيقه شوي، خليه يجيكي من من الجنب. تعال يا سامي، خذه يا خطاطو، خذه وهو هيك خطاط بيجع باله. أيوة ياكل اخطبوط. أيوة يلا هلا شوف كيف حيصير شعره كيرلي. يلا يلا بسم الله تصير شعره كيرلي 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 كيرلي. هاي واحد اثنين. هاي صار شعره كيرلي ولا فعلا تعرفي؟ هلا بصير اكثر كيرلي. ثلاثة. كمش عشانك. أربعة عشانك. كمش أربعة. كمش والله كمش. هاي والله صار كيرلي عن جد. ومن نزلة هيك خلصنا. شفت قد ايش سهل؟ طيب قديش رح يقعد هيك هسه؟ ساعة. ساعة وهو قاعد بيغلي. ساعة بدنا نخليه يغلي على نار هادية عشان نطريه. اوكي تو تندرايز ات. هلا احنا حنتركه ساعة يغلي. بعد ما يغلي بنخليه بميته يبرد، يوصل درجة حرارة الغرفة. بدي احط لك هاي هناك يغلي براحته. هسه بحط لك هذا هناك يغلي براحته. اي خدمة والله ما انا عارف من غيري شو بتعمل. لا هاي ما تشيلها. هاي مش حشيلها. اوكي خلص هم. والله ما انا عارف شو كنت راح تعملي من غيري. والله صراحة انا هاي بعترف فيها. طب اسمعي هسه هون اللي كنت حطيتها قديش على اي درجة حرارة؟ حطها على الوسط ولا عليك امر. حاضر حضر لك الخير. تمام هلا هون بعد ما الاخطبوط يستوي معنا شو بنعمل؟ بنخليه بميته لحد ما المي تبرد. اوكي تمام. او نقدر نحطه بحمام ايش اسمه مع ثلج عشان يبرد. هلا هاي دافيه فمنيح. اوكي شو بنعمل؟ شفت قد ايه كمش؟ كله كتير بصغار عشان نسبة المي فيه كتير عالية. شايف؟ أوكي دقيقة هاي جاي ورجيهم. أيوة كمش يا عيني. أوكي شو حنعمل؟ حنحطه على من ورق المطبخ. بدنا النشفة. هلأ كوننا إحنا بدنا نقليه بدنا نتأكد إنه ننشف أكبر نسبة مي ممكنة. هلأ أنا كمان رح أعمل حركة رح أقشره. أوكي هلأ أول إشي هاي الراس. أوكي عيونه نزلوا لحالها. اوكي هلا راح اقطع الاجرين. هلا عشان هذا اخطبوط صغير راح اترك كل اجر قد ما هي، يعني ما راح اقطعه. بس انت عندك اخطبوطات 4 5 6 كيلو هالقد الاجر. أوكي. اوكي فبتصفي اذا الاخطبوط كثير بنقطعه لقطع اصغر. اوكي تمام. فاحنا هيك عم نقطع الاخطبوط واطيب قطعه في راسه عشان تكون بالصوره. اوكي قطعنا الاخطبوط هيك. هلا شو بنعمل؟ بكل بساطه بورق المطبخ هذا بقشر مباشره. ايه بتقشر مباشره بتقشر. هيك بدوش آلة حادة يعني؟ لا لا هي هيك طلع. ليش توقعت انك بدك تستخدمي آلة حادة؟ لا خلص هي تقشر. اوكي حلو. هاي نعم نقشر. اذا بتحب شو رايك تاخذ شويه تعليقات؟ بدك اخذ شويه تعليقات قبل ما اقشرها. ابشري بدهم دقيقتين يعني ماكس. دقيقه ابشري.